أي إصلاح رأسه وعماد الأمر فيه الأول أيا كان نوع الإصلاح، اقتصادي، سياسي، اجتماعي، تعليمي، ثقافي، ننظر الأول إلى منظومة القيم الخلقية. لو اتصلحت انعكاسات الإصلاح في منظومة القيم الخلقية على الاقتصاد، على الإنتاج، على الإدارة، على السياسة، على الاقتصاد، على الاجتماع، على الثقافة، على التعليم، على الصحة، على كل مناحي الحياة، لا نظير لها. هو ده الأساس. الإدارة لما يكون في استعادة لمنظومة القيم الخلقية، التحاسد والتحاقد والتدابر وصعود البعض على أكتاف البعض وتعطيل العمل وأن يوسد الأمر إلى غير أهله، ده عشان ما فيش منظومة القيم الخلقية. ما نرى في الطرق والميادين والشوارع والبيوت والأرصفة من قمامة في الشوارع، هذه القمامة إن لم تكن في القلوب لما وجدت في الشوارع والميادين والطرق. هذه الفوضى التي نراها في المرور في الشوارع من عنف، من فوضى في المرور، من سير في اتجاه معاكس، من تزاحم في غير مبرر إلى غير ذلك، لو لم يكن هذه المظاهر موجودة في القلوب في النفوس لم تحدث في الخارج. ما يحدث في الخارج دائما ترجمة لما يحدث في داخل القلوب. فمنظومة القيم الخلقية هي دي الأهم، وهي دي رأس الأمر وعماده. ولذلك وصية النبي صلى الله عليه وسلم، حسن الخلق هي من أهم ما يجب الالتفات إليه في الطريق إلى الله وفي كل شيء من مظاهر حياتنا.